من أمام قصر العدل في بيروت بدأ أهالي ضحايا انفجار المرفأ سلسلة تحركات تزامناً مع الذكرى الثانية للانفجار الرابع من آب. فالمتهمون حاولوا طمس الحقائق ووقف التحقيقات ونجحوا بتجميدها منذ ديسمبر العام الماضي. قبل وصولهم إلى المرفأ توقف الأهالي أمام السفارة الفرنسية، فالبلد الذي يصفه اللبنانيون بالأم الحنون يرفض تقديم طلب أمام مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية. لنا سنتين، هالسنتين التوقيف والتعرق والهروب من العدالة والقرف يلي عايشونا إياه، نحن بنعتبر أنه ستوب لهون وبس، وبرهننا للعالم كله أنه العدالة فشلت. من هالمنطلق كان صار لنا سنتين عم نشتغل على لجنة تقصي الحقائق، اليوم يلي هي كانت موقفة منا مسهلة من دولة فرنسا، ومن هيك جينا لهون وأعطينا هالرسالة. قبل عامين غادرت مجموعة من 9 شبان والشابة مركز فوج الإطفاء، معتقدين إنهم سيتمكنوا من إطفاء حريق دمر نصف المدينة. عاد أهليهم إلى المركز ذاته حاملين نعوش أبناء لطخت بالدماء ورافعين صور رجال إطفاء دفعوا حياتهم ثمن إخفاء نترات الأمونيوم في عنبر الموت. نعوش الملطخة اللي بالدم بكي عن جد العالم ترجع بتحس معنا، يمكن نحن شو عشنا بهيديك الأيام. والبلوزة نحن منا طايقين علينا صراحة، لأنه هيدا أول شيء دم إخواتنا، بس هو الإيدين المجرمين يلي قتلوهم. مع وصولهم إلى مسرح الجريمة أعاد الأهالي مطالبهم أمام مئات المشاركين، لتشاء الصدف أن تسقط صوامع إضافية من الشاهد الصامت في الذكرى الثانية لأحد أكبر انفجار غير نووي شهده العالم. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.